هاتف الأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي وعضو اللجنة المركزية أيضا التي بذلت جهدا كبيرا في إقرار هذه اللائحة. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك، مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير كابتن عدلي. تحياتي وتحياتي. إزيك؟ حياتي لحضرتك. والله يعني سعيد بأدائكم تماما تماما شباب ونعمة. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك. ما عادش شباب هيطلعوا من اللائحة دي عواجيز. بالمجهود اللي اتبذل ده. لا ده في كل حاجة يعني تنظيم بطولات، تنظيم لوائح. لا خرجوا مخضرمين ما شاء الله. كل واحد فيهم يقدر يدير نادي دلوقتي. يعني. صحيح صحيح. ربنا يكرمك يا رب. أستاذ محمد قول لي إيه اللي حصل النهاردة في الاجتماع، وهل تم الاعتماد إن مشروع اللائحة في النموذج النهائي ولا لسه في لمسات تانية؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا امبارح كان الاجتماع الاخير، فضلنا قاعدين لحد الساعه 9 بالليل مع اعضاء اللجنه الاولمبيه بنراجع ماده ماده، وبعدين النهارده كان عندنا اجتماع من الساعه 11. يمكن احنا حتى ما دخلناش اعضاء اللجنه المركزيه، ما دخلوش اجتماع مجلس الاداره، دخلنا بس ربع ساعه نعتمد المواد. كنت انا والاستاذ العمري والاستاذ ابراهيم القفراوي والاستاذ طارق قنديل، ومعانا المستشار اسامه قنديل ومستشار علاء قنديل والمستشار محمود فهمي واستاذ محمد فتحي، وفضلنا قاعدين بنراجع ماده ماده علشان خاطر الملاحظات الاخيره ندخلها مجلس الاداره. يمكن احنا دخلنا 31 ماده للتعديل سواء بالحذف او التعديل، حتى المواد اللي فيها حاجات بسيطه احنا دخلنا 31 ماده وخلاص المجلس اعتمدها، واحنا بعديها كملنا لحد ان شاء الله بكره كمان احنا مكملين لحد ما نوصل الصياغه النهائيه، وبعد كده هيبقى في يعني تدقيق لغوي بقى ومراجعه اخيره علشان خاطر مجلس الاداره على يوم الخميس اللي جاي يعتمد النسخه الاخيره اللي هي هتطبع. لفت نظري حديثك دلوقتي يا باشمهندس انكم اجتمعتوا ناقشتوا ماده ماده مع اللجنه الاولمبيه عشان تشوفوا مدى اتساقها مع القانون. هل كان في مواد اولا كم ماده اضطرتوا يعني القانون لم يقرها واضطرتوا انكم تعدلوها؟ لا احنا اتفقنا مع اللجنه الاولمبيه في معظم المواد، ويعني هم في حاجات ما بيخشوش فيها، هم في حاجات بس بيقول لك انا شايف ان هي تبقى كذا. يعني احنا كان في كنا عايزين كوتا للمراه، هم قال لك لا بلاش. كنا حاطين لا ما هو لا بلاش عشان التمييز، يعني عشان القانون يعني تمييز. يعني اذا هذا لا يتفق مع القانون. لا يتفق، قال لك لا يتفق، قال لك التمييز اهو ده اللي انا عايز اقوله. ايه تاني لا يتفق؟ مثلا قال لك شيل ال 40 سنه حد ادنى الرئيس وحد اقصى 70 سنه، قال لك ما تحطهاش ما تقيدهاش ما تقيدهاش بعمر. اتكلمنا بقى في المقر الرئيسي، المقر الفرعي، مدينه نصر، الشيخ زايد، اتكلمنا في التفاصيل. طب حق حق الادلاء بالصوت كان راي اللجنه الاولمبيه في ايه؟ او مش راي القانون؟ قال لك العضو العامل اللي سدد كامل الاشتراكات اللي هي دي بتنطبق على اعضاء الجزيره واعضاء مدينه نصر. لا وجزء كبير من اعضاء الفئات اللي وفقت اوضاعها. لا اللي هم 2000 اللي هم قرب ال 3000 عضو اللي وفقوا اوضاعهم، اللي هم استكملوا العضويه في من عضو فرع لعضو عام. طيب سؤال تاني، لو بعض الاعضاء حبوا ان هم يكملوا مسموح لهم يكملوا لحد يوم الانتخاب ولا ايه؟ اي وقت؟ لا لازم عشان يصوت لازم يعدي عليه سنه، يعني في جزء من اللي استكمل مش هيصوت لانه مش هيعدي عليه سنه، لازم يعدي عليه سنه. حتى في التصويت لازم يعدي عليه سنه مش الترشح. وده قانون ولا لا هو قانون لازم قانون. يعني بس انا ليه بقى حريص ان اتوقف امام هذا الامر، ان الناس ما تفتكرش ان دي وجهه نظر النادي الاهلي، اللي ما قدرش يعمله النادي الاهلي هذا صحيح القانون اللي لا يستطيع النادي الاهلي ان يعرضه. في اجتماعنا يا كابتن مع الساده اعضاء النادي في فرع الشيخ زايد كان هم ليهم طلب ان هم مدلنا الثلاث سنين خليها اربعه، خلي التقسيط على اربع سنين علشان ناس اكثر تخش وتستكمل العضويه، ويمكن كابتن خطيب وعد والموضوع بيدرس دلوقتي وهو يعني بنسبه كبيره هيتم تنفيذه في دي في ايدكم، دي في ايدكم يعني لما تستجيبوا ده منطقي يعني. طبعا وتيسيرا طبعا عليهم ودفعا ان ما يبقاش فيه فكره المجلس الانتخابي يا استاذ محمد كان تم الاعتراض عليها قانونا مش كده؟ طبعا تم الغائها قانونا، رفضوها حتى اللجنه. والغيت فكره برضو تعيين اثنين
للاضافه. مجلس الاداره شكله النهائي هيبقى 12 عضو ثلاثة مناصب، سبعه فوق 35 تحت 35. ثلاثه فوق 35 تحت 35؟ ثلاثه مناصب. اه. رئيس ونائب وامين. تمام. سبع اعضاء فوق 35 واثنين تحت 35. اثنين فقط اللي تحت السن. اثنين فقط. والسن هو 35 بقى خلاص. ايه؟ سن الشباب 35 تحت 35. الثلاثة ما رفعوا من 30 ل 35 التزاما بنص. والله لو 25 برضه هنلاقي نماذج رائعة زيكم برضه يا أستاذ محمد. الحقيقة ربنا يكرمك يا رب. بسم الله ما شاء الله، يعني ما خيبتوش رجاء الجمعية العمومية فيكم أبدا. ربنا يكرم ونبقى دايما عند حسن ظن الجمعية العمومية. مؤكد بقيتوا من الشباب المخضرم. يعني كلكم الحقيقة، مش عايز أقول أسماء، أنت وإسراج ومهند وضماطي اللي هو تجاوز 35 بكام يوم اللي هرب منها في اخر لحظه. يعني كلكم الحقيقه وكلكم شلتوا مسؤوليات وكلكم نجحتوا نجاح مبهر فيها، ويا بختي يا بختكم بالاهلي وبخت الاهلي بيكم. ربنا يكرمك يا كابتن. احنا بس عايزين يعني تكمل في الاخر يعني موضوع اللائحه، ناس كثيره تشارك اكتر يوم الجمعيه، وعايزين حشد وعايزين النادي الاهلي. هو ده التحدي، هو ده التحدي، وعايزين الناس تنزل، ويبقى يعني لا يليق بالنادي الاهلي ان هو يستمر اللائحه. هيكون في تيسيرات؟ طب بما انك انت عايزه تنزل، هل هيبقى الشكل بالازدحام بتاع يوم الانتخابات ولا هتبقى لا؟ لا لا طبعا خالص. يعني احنا اللجنه المركزيه طبعا العميد محمد مرجان اتحرك في الموضوع ده كمان بشكل قوي، ما بين بقى جرجراشات، ما بين تسهيلات جوه، ما بين الخيمه، الحركه حوالين النادي والحركه، كل الكلام ده يعني بيتراجع خطوه خطوه، بحيث ان اللي بيخش النادي من اول دخوله للخيمه ياخد عدد يعني عدد دقائق قليله جدا. تاخد مني اقتراح ماشي برضو كده سريع؟ أوكي. انا في اخر انتخابات ادرتها عملت لجان خاصه باللي فوق 60، وكانت ريحت ناس كتير جدا. ف يعني 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 قلت ان الجزء ده من الخيمه او الخيمه دي بتاعه كبار السن، هتريح جدا. خليني اقول لحضرتك على حاجه، يمكن احنا الجمعيه العموميه في النادي الاهلي تقسيمتها مختلفه، ان الكشوف كل 1000 متقسمه وليها ترتيب. يمكن ما يعني انا فاهم معلومة. بس الفرز ده ممكن برضو يعني انا عملتها، يعني ادرسوها. ما هقول لحضرتك على حاجه، كل يعني كل الصناديق الاولى لكبار السن، لان هي ماشيه بالعمر بالتسلسل العضويه، كل الصناديق. طيب يعني اتفرزت كده ماشي. ومعلش اقول معلومه، اول رقمين في العضويه دولت رقم اللجنه العضو. يعني صحيح. مش محتاج يدور كمان، مش محتاج يدور، هو بص اول رقمين او اول ثلاث ارقام في يمين الكرنيه. في يمين الكرنيه. 100 100 تمام يا استاذ محمد. و